لو انا قضيت هنا مثلا بالروف، بالروف باجي على اخر السلم، الروف ده حاطط عليه معدات في غرف كلها مش عايز اي حد يدخل على السطح بتاعي اصلا، فباجي على الستير نفسه على السلم اللي هيدخلني على الروف، واروح حاطط باب، والباب ده احط عليه اكسس كنترول سيستم او نظام تحكم في الدخول. فاحنا لو رجعنا تحت هنا تاني اهو، رحنا الاول باب في الالكتريكال تانل روم او في الكنترول روم او في الالكتريكال روم، خلينا ناخد باب ادي كنترول او الكتريكال روم، ناخد اول باب داخل له الكابل اللي هو بتاع الانترنت البي سي بي على اي بي، رايح ادي الباب. الباب يا شباب في الناحيه اللي هي تتفتح من بره لازم احط كارد ريدر، وانا من جوه بحط اكزيت بوش بوتون. يبقى انا لو انا عايز ادخل الغرفه دي لازم ادخل الكارت او ادخل الباسورد الخاصه بالدخول من خلال الكارد ريدر، ده يعتبر وحده ادخال انبوت، او كاتب لك عليها انبوت. طيب وحده الادخال دي رايحه فين؟ رايحه على الكنترول موديول في الابواب، في الكنترول موديول اللي هو بيتحكم في كل شيء. طيب والخارج برضه الاوتبوت من الاكزيت بوش بوتون برضه رايح على الكنترول موديول. والدور كونتاكت اللي انا قلت لك عليه، النقطتين اللي بيلمسوا بعض دول فوق، الدور كونتاكت والالكترومجنتيك لوك، الاثنين دول برضه رايحين على الكنترول موديول. عشان الكنترول موديول يبدا يعمل الكترومجنتيك لوك لازم اوصل الكترومجنتيك لوك ده بريلي. كنترول موديول ار معناها ريلي، عشان اقدر افتح واقفل بان انا بشحن كويل مغناطيسي، والله يتشحن هيشد النقطه دي ويمسك فيها فالباب اتقفل، فصلت عنه الكهرباء فصل الشحن فهيسيب النقطه دي تمام ويبدا يخلي الباب يفتح. فانت عندك هنا الكنترول موديول معاها كنترول موديول ريلي بيوصل بالالكترومجنتيك لوك. الالكترومجنتيك لوك ده طبعا الدور كونتاكت العادي اللي هم النقطتين دول بيلمسوا بعض في حاله اللوك. طيب الكنترول موديول ده واصل في ايه؟ خلي بالك هنا احنا ما حطيناش الوحدات الرئيسيه هناك، ده احنا حطينا سويتش، يبقى لازم يبقى الوحده الرئيسيه هنا اللي احنا بنسميها ار تي يو، ريموت تيرمينال يونت، اللي هي بتعمل عمليه التحكم. طب ودي واخده ايه؟ واخده كابل اسمه كابل اللون، وده كابل لون كوميونيكيشن. الوحدات الطرفيه دي هناخد في البي ام اس، المفروض الناس تشتغل بي ام اس تعرف انواع الكابلات الخاصه بالكوميونيكيشن، ده اسمه لون كوميونيكيشن كيبل، واصل بوحده تحكم تمام طرفيه بيسموها ار تي يو، وده الموديل بتاعها من الشركه المصنعه تي كي سي مش عارف كذا سي 21 فور انبوت اوتبوت موديول. طب وده اتنين ريدر موديول، يبقى الموديول ده اتنين ريدر موديول، واخد ريموت تيرمينال يونت تمام، او واخد الموديول بتاعتي اللي انا بسميها فور انبوت اوتبوت موديول، والفور انبوت اوتبوت موديول متغذيه من الباور سبلاي. طبعا مين اللي بيتحكم في القصه دي؟ هي كده كده الباور سبلاي موجود عندي ال 24 فولت دي سي اللي احنا قلنا عليها، تعالى نفتكر اهو، مش احنا قلنا هنا في عندي باور سبلاي اهو، باور سبلاي الكترومجنتيك لوك باور سبلاي 24 فولت دي سي، 24 فولت ايه؟ دي سي. طيب مين بقى اللي بيتحكم فيه حسب الشركه؟ هنا احنا واخدين من شركه تيما سيرفر اكسس كنترول، دي اليونت بتاعتها، اليونت بتاخد من التيما سيرفر اكسس كنترول واخده كابل تي سي بي اي بي وطالع عندي رايح على الار تي يو اللي بتغذي الباب، والباب بروح اغذيه من خلال مين؟ من خلال الكنترول موديول اللي موجود على الباب. يبقى ده اول باب. خلي بالك انا واخد هنا اللون كوميونيكيشن اللي هو كابل اللون رايح بيه على من اول التيما سيرفر، بعد كده رايح ايه؟ مش كل واحد فيه تيما سيرفر، كل تيما سيرفر ليه عدد معين من الابواب. فانا باخد والله التيما سيرفر اكسس كنترول ده واروح رايح للار تي يو اهو، ار تي يو اي سي 01، الار تي يو الاولانيه دي. بعد كده ار تي يو 2 او ار تي يو 3، كل واحده هتلاقيها ليها ايه؟ رقم. تمام؟ يبقى انا مرقم هنا اهو، ده الباب 1، الباب 2، الباب 3، الباب اللي هي اللي في الدايره دي، 3 و4 اللي هي في الدايره. اما الرقم اللي موجود هنا في الار تي يو ده رقم الار تي يو، ده رقم الار تي يو اسمه ار تي يو اي سي 01 تمام. طيب
لما جيت رحت بقى الباب ضربة واحدة اهو نفس القصة، في باور سبلاي وار تي يو، باور سبلاي وار تي يو تمام، ونفس المكونات اللي عند الباب، واخد كابل لون. طب تعالى نمشي تاني، طب هل في تيما سيرفر؟ قلنا التيما سيرفر اكسس كنترول في اول واحدة بس اللي هي المتحكم الرئيسي. تعال نروح نشوف باب ضربت ايه، هياخد باور سبلاي يونت وياخد ار تي يو واخده كابل لون، وبعد كده اروح لايه الار تي يو اللي بعدها. طب الباب ده ايه؟ راكب باب ضربتين على الكتريكال روم رقم الغرفه 154. حلو، باب الضربتين ده كل اللي هيحصل فيه برضه في داخليا، في داخليا عند هنا على جسم الباب في ايه؟ في سي ار كنترول او كارد، معلش عفوا كارد ريدر، ده وحده الادخال رايح احفظ مع الكنترول ايه موديول. وفي خارج اللي هو لما اجي اخرج من الباب الاكزيت بوش بوتون ده اوتبوت، وواصل على جسم الباب ده هو الجديد الالكتروماجنتيك لوك، هتلاقيه نقطتين لان في نقطه بتيجي من الباب الاولاني تمسك هنا في النقطه دي ونقطه هنا بتمسك في النقطه دي تمام. يبقى ده اسمه الكتروماجنتيك لوك، الكتروماجنتيك لوك. الالكتروماجنتيك لوك الدبل ده هو اللي هيروح على الكنترول موديول ريلي ويروح على الكنترول موديول. طيب النقطتين دول اللي هو على اليمين خالص واليسار خالص موصلينهم ببعض دول لان باب ضرفتين، واحده هتمسك في الباب في الضرفه اليمين واحده هتمسك في الباب في الضرفه اليسار اللي هي الدور ايه؟ الدور كونتاكت. يبقى في الدور كونتاكت وفي الالكتروماجنتيك مين؟ لوك اللي هو اللي بيتوصل بالريلي. وهما الاثنين واصلين على كنترول موديول واخد من الار تي يو اللي قبله تمام بكابل انترنت، وواصل بعد كده بكابل مين؟ كابل الكوميونيكيشن او الاتصالات اللي هو كابل اللون. همشي بنفس القصه دي كده تمام. انا ماشي هنا اهو غزيت مثلا 10 ابواب في الدور الارضي، وبعد كده عايز اخر التيما سيرفر ده اخره بيغذي 10 ابواب لحد هنا، فرحت رايح واخد كابل تاني. خلي بالك الكابل ده بيجي من المين سويتش، اول كابل يجي من المين سويتش هيركب عليه تيما سيرفر اكسس كنترول يونت، تيما سيرفر اكسس كنترول يونت هيغذي مثلا 15 باب. طب افرض الدور فيه 7 ابواب والثمانيه التانيين في دور ثاني، يبقى ينفع اغذي تيما سيرفر اكسس كنترول يونت اغذي ابواب دورين مفيش مشاكل. طيب دخل الكابل اللي هو تي سي بي نفس القصه، هاخد من التيما سيرفر، يبقى دايما من التيما سيرفر بيتاخد كابل الاتصالات اللي هو اسمه لون كوميونيكيشن، بيغذي مين؟ بيغذي الار تي يو. يبقى التيما سيرفر بيطلع منه كابل مخصوص خاص باللون كوميونيكيشن بيغذي الار تي يوهات. كل ار تي يو ليها ايه؟ كل ار تي يو ليها باور سبلاي يونت، ليها باور سبلاي يونت. خلاص يبقى الار تي يو بعد كده اطلع من الار تي يو رايح على الكنترول موديول، الكنترول موديول واخد كابل من مين؟ من الار تي يو. طيب الكنترول موديول ده هو اللي موجود فوق الباب، بيبقى فيه ايه يا شباب؟ بيبقى فيه الدور كونتاكت النقطه بتاعت التلامس بتاعت الباب، وبعد كده في الالكتروماجنتيك لوك اللي هي مين؟ اللي هي بتوصل بالكنترول موديول ريلي عشان اقدر امغنط تمام واشيل المغنطه، فبالتالي بفتح واقفل الباب. وبعد كده مركب على الباب من في اول الباب مركب انبوت يونت اللي هو الكارد ريدر، ولما اجي اطلع من الباب مركب مين؟ مركب اوتبوت يونت اللي هي بيسموها اكزيت بوش بوتون، اكزيت بوش بوتون، وهكذا لحد ما اخلص كل الابواب. يبقى انا هجيب كل الادوار اهي وموصلهم تحت بمين؟ موصلهم بالمين سيرفر او المين سويتش الاول وبعد كده المين سيرفر. طب تعالى نشوف الروم، هو واخد هنا الدور السابع واخد له تيما سيرفر اكسس كنترول يونت، وبعد كده مغذي منه باور سبلاي وار تي يو مغذي باب في الالكتريكال روم، بعد كده واخد لون رايح للار تي يو اللي بعديها الكتريكال روم. طب وبعدين اهو لو كارنت روم، ال سي معناها لو كارنت روم، يبقى كل فوق دول 6 غرف كهرباء منهم واحده غرفه تيار خفيف. طيب وراح واخد من الدور السابع، خلي بالك ده ايه؟ ده ليفل 7، راح واخد الكابل لسه لان التيمه دي بتشيل مثلا 12 حبه، فهو خد 6 ابواب بس، فاضل بابين بدل ما ركب لهم تيمه سيرفر، راح واخد كابل اللون طالع بيه رايح للباب، او انا ما عنديش غير مدخلين للسطح، مدخلين للسطح، فرحت مسميهم ستير 3 وستير 4، عندي كان اصلا 4
اربع سلالم، في منهم سلمين بس هما اللي بيطلعوا على السطح، فهم دول اللي رحت حاطط ستير واحد واثنين ما بيطلعوش على السطح، اخرهم الدور السابع. وبعد كده في ستير ثلاثه وستير اربعه، دول بيطلعوا على السطح. رحت واخد نفس القصه اهي، كابل اللون بتاع الكوميونيكيشن، واروح رايح للار تي يو، كده كده الار تي يو بيتغذى بباور سبلاي، نفس القصه في الباب الثاني. طيب الباب نفسه حفظنا 100 مره قلناها، ليه على الباب من بره كنترول او كارد ريدر، ده وحده ادخال هي اللي هتدي الامر الباب يفتح ويقفل. طب هيفتح ويقفل ازاي؟ ان الامر هيطلع من الكارد ريدر يروح للكنترول موديول. طيب الكنترول موديول ده بيدي ايه؟ بيدي امر للكنترول موديول ريدر، ريلي قصدي، كنترول موديول ريلي، هو اللي بيعمل مغناطه للالكترو ماجنتيك لوك، يفك المغناطه او يقفل المغناطه. وفيها معانا هنا كمان دور كونتاكت، هو المؤثر معانا الالكترو ماجنتيك مين؟ لوك. فده اللي بيفتح الباب وبيقفل الباب. الكنترول موديول بروح واصل بالار تي يو. يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا في حالات الاكسس كنترول سيستم.